احباب كل مشاهدي قناه حنا بعرف في حلقه جديده من برنامج وين ماشيين. اليوم تنقلنا النهج خالد بن الوليد بدوار هيشر في تونس العاصمه. ناس في 2021 وما عندهمش لا ماء لا عندهم لا ضوء من 2015. تابعوا مع بعضنا. خمس سنين احنا ساكنين موجود لنا لا ماء لا ضوء. شكينا مرجع نظر بلديه المكان دوار هيشر الراس اللي في غدو خمس سنين واحنا نستنى بناء عشوائي وما عندكمش الحق وما تنتظرش مني كبلديه باش نعاونك. هاك يتمتع بالغاز والماء والضوء وكذا واحنا ما نعرفش ما نتمتع بحتى شبكه من الشبكات العموميه. قرن 21 نعبوا في الماء في ستال بلاستيك. ها وين نبات فوق وريني الضوء كيفاش عامل فيه؟ ها هو مطلعه من لهنا. متعدي من الغادي ومتعدي من الغادي هاون للسطاح الرابع ولا الخامس. هاون متعدي. من عند جارك من غادي ماخذوا؟ من عند سابع جار ولا. قابلنا ليسية. هذا المعهد هذا معهد ابن شو اسمه خالد بن الوليد. فهمت؟ هاك تشوف. فين كم يترو على ليسية؟ هو يتمتع بالضوء واحنا لا، هاو الضوء منا، الضوء منا، الماء منا وكذا، واحنا هاك تشوف الحالة اللي فيها. احنا تو في 2021 والناس مازالت تعاني من الماء وتعاني من الضوء، كنا قبل اسبوعين تنقلنا للمحمدية كذلك وشفنا نفس المعاناة، يعني الناس ما عندهاش ضوء ما عندهاش ماء، ونفس الصورة، الصورة نتاع الساتيرنا هذيك نتاع الماء اللي الناس مازالت تو تشرب منها، ونعرفوا شنو معناها الساتيرنا هذيك كيفاش يقعد فيها الماء بالخز أصلا ما يشربش. خضرة من الداخل، خضرة من الداخل وبالخز، معناتها واحد يشرب منها ويدوش منها ويعمل منها حاجه. عملوا لها البلديه ثلاثه مراسلات لا حياه اللي مونتونات. كل ما يجيني لهنا اعطيني ترخيص من البلديه، نمشي البلديه مازال ما وصلنيش. شوف في البيرودور، شوف في سيرفيس تكنيك، شوف في درا شنو خمس سنين واحنا هابط تطلع ما. هذا يا خويا الغالي يتلمونا العشيه هنا ينقزوا على الحيط ويتلموا غاديك اخويا الغالي شرب مخدرات فهمتني وبنات للصباح. حتى البلديه من غادي لغادي ريتها البوبيل غاديك وين في راس نهج اللوطة لمينها الاخرى هون هنا كلها هنا اخويا الغالي عاملينها هنا وكر. قداش عندك ساكن انت لهنا؟ عندي يجي عامين هنا يقعدوا فينا يقعدوا فينا هكا تو نعدولكم تو نعدولكم وما ثم شيء. حلقوم هذاك ما عنده جارك؟ جاري دائما عند جاري من غادي. انت تو قلت لي عندك عامين ساكن هنا. اول ما بديت بنيت لا جاك معتمد لرئيس منطقه قال لك ما تبنيش ولا كيفاش معناتها؟ لا ما جونيش جمله ما جونيش. وانت عندك شهاده الملكيه كما ورانا زمان؟ مسجله شهاده ملكيه امورها واضحه مخلص زبل وخروبه مخلص كل شيء. علاش خليك تبني هو مش يعطيك الماء والضوء؟ بنينا الناس الكل بنينا ومن بعد ما حبوش يعطونا لا ماء لا ضوء. وين تقرين؟ في كليج ابو قاسم الشيب. انا قسم ستي. كيفاش عامله انت في القرايه وعندك مشكله نتاع ضوء نتاع ماء هنا؟ اي كل ما نجي نقرا نلقى معني الضوء ما ثميش ونقرا اصلا ما نشوفش بالكدا. قداش جايبه المعدل نتاعك؟ 15. معني نوتاتي باهيه ولا كي نجي نقرا ما نشوفش الضوء مقصوص ما عنيش ضوء نقرا كان على شمعه. كي مشيت باش ناخذ شهاده الاقامه ما حبوش يعطوها لي. قالوا لي ما عندكش المية الضوء ما نعطوكش شهادة إقامة وهذه تلم الملكية هاي مسجل أموري واحد هاي نسكن تفضل شوف على عين المكان ما حبش يعطوها لي مش مرقم الدار وما عارفش شنو ومرجوني عليها طفلة أنا عندي كانت طفلة هذه ما دخلتها لليزي إلا بالسيف المسؤولين أخوي تمشي أخوي دخلك على باب يخرجك على عشرة أنا إحنا تقول جاي من المريخ ولا منين كنا كنا توينسة باش نتمتعوا بالحاجات الكل الناس الكل بلا يخزروا لهم بعين الرحمه على الاقل عاونوهم على الاقل الضوء على خاطر الصغيرات هذوما على الاقل يوصلوا قرايه طفله ما شاء الله 15 معدل كان احنا رحمنا بعضنا والبلديه والعباد الاخرى ما رحمتناش شنو هي الحل؟ شنو هي الحل؟ نحن حتى مزمرين اخوي شنو يحبوا منا؟ المهم يدخلون علاش انا بجنبي اللي سي ورايا حيت اللي سي فيه ضوء وماء جاري اللي بجنبه فيه ضوء وماء جاري الاخر جار وهو بجنبه بالضبط فيه ضوء وماء ديما هم يمهطلوا فينا يرموا الكوره للمحامي والمحامي يرمي لهم هما كور شنو يحبوا بالضبط انا نطلب من الرئيس انه يعيط ولا تصير حاجه رئيس البلديه والجماعه الكل رئيس البلديه عقدنا فيه النوار وناس طيبه كل شيء لكن في الاخر ما عمل لنا حتى شيء شنو الاجابه نتاعو بالضبط رئيس البلديه ديما هي ان شاء الله فما
اجراءات وفما شيء، تحسهم قاعدين يتفقوا، فما عابد قاعد في الوسط يتفق هو وياهم ومهطلوا فين. كيف انت من الناس اللي متضررين من الحي هذا لا مال ذو؟ بالطبيعه احنا من المتساكنين هوني، وهاك شفت ديجا عندنا بريسك عامين توا وقاعدين نعانيو من نفس المشكله اللي يعاني منها الحي الكل، لا مال ضو وناس كتبيعة كيف كيف ما فماش. من با احنا 300 متر معنا على الكياس الكبير اللي فيه الماء والضوء، احنا علاش هوني لا الله اعلم. عملت المطالب نتاع الماء والضوء، شنو كان الرد الوقت وانتم تبنوا في هنا في الدار نتاعكم؟ ابني ابني واحنا جست توفى معناها تلقى كل شيء بري. اي احنا علاش ما لقيناش كل شيء حاضر؟ هذوما شفتهم جيراننا هذوما الكل متساكنين هوني الكل، ما همش حتى واحد قاعد ساكن. علاش حسب رايك ما همش ساكنين؟ خاطر ما همش لاقين. راضيين رواحهم هاك تشوف قاعدين في الكري وما همش ينجموا يسكنوا، خاطر مين باش ياخذوا؟ يا اخي تنجم انت تعيش بلاش ماء بلاش ضوء بلاش وناس بلاش كيفاه؟ عندنا صغار احنا تقرا عندنا برشا حاجات، يبات هكاك على شمعه. يا اخي معقوله؟ ماهوش تبات على شمعه؟ اش تحبوا يعمل؟ اش تحبوا يعمل؟ احنا عندنا بركه جات هوني في الليل، عندنا زطله، عندنا حرابش، عندنا صغار تجي تقعد غاديكا معناها عباره والديهم ما نعرفش فين، برشا حاجات معناها برشا حاجات مش معقوله. كأن في الريف، ريت كأن نعيشوا في الريف هكاك بالضبط. انت من الناس اللي عندك دار لهنا بانيها مي خليتها ومشيت كريت في بلاصه اخرى؟ ماشي كاري في بلاصه اخرى، تو انا الوقت الحاضر كاري في بلاصه اخرى. هاي وداري حاضر، داري حاضر معناها لا ماء لا ضوء لا حد شيء، لا زيكو لا حد شيء. خلاص بكل. هاي هذه البلاصه نتاع المونجال نتاع هذيك البلاصه المونجال نتاع الضوء. هاي قاعده هكاك. هاي وبلاصه هكا تشوف معناها لا زيكو لا حد شيء. مساعدك الوضع هذا مخلي دارك وكاري؟ مش مساعدني، اما تو من غير ضوء من غير ماء شنعملنا؟ ما نعمل حد شيء. واحنا عايشين في التراب مع الكلاب حشاك، كمواطن تونسي باش تاخذ حقك؟ لا ما ثماش. الاداره اللي تمشي تدق عليها تقول له راهو ما عندناش راهو ما عندناش، يقول لك اخويا تحمل الملاك تحمل مسؤوليتها. الملاك حسوه انت وقت اول مره يبيع وفي بالك بيه، وقداش من مره قداش من مره المنطقه هذه المنطقه منطقه الحرس منطقه الشرطه الوالي بيده ويجي لهنا وفي باله بالارض كي تباع كي مباع موحوزها، علاش تحوز فيها؟ بعد ما تسكن الناس واحد يعلم بربي بحاله يلقط في اولاده اولادها مخصصهم ريتها باش يوصل لها هذايا باي جيعان وتخصص باش يوصل لعمل اعمل الحيط هذايا باش يكن فيه في الاخر ما يلقى فيه شيء. احنا عايشين في بلاصه معزوله كاين ماناش نقرا بلوسط البلاد ولا المنوبه، عايشين بعيد مهجورين ما نعرفش ما فهمتش علاش ذلك تضحك وفرحان. شنو نعمل؟ شنو لازمني نضحك ونلعب ونتفرهد وش يعملنا ربي؟ هذاك هو نورمالمون احنا دافعين ونجروا والناس كلها زويه ولا الناس الكل يعلم بها. وتو قريب لك الضوء؟ والله انا اقرب وحده، وانا اول وحده راني اللي سكنت لهنا، بنيت لهنا وسكنت لهنا ولا مال هذا، معناها انا جاري يخسر علي نحي لي الكابل قعدت فم، لا تقرا بنتي لا يقرا ولدي لا عندي حتى حكايه والله. العزوزه هذه ما تراش بعينها لا عندها لا ماء لا ضوء، ولدها عندها وليدها معاها وكذا يخدم يداوي في الاعصاب في سبيطار الرازي، حتى عنده قضيه في الحاله الاجتماعيه واحد كذا مع مرته، عندها كرب تجيب بربع عسله من عند جارها درجه كذا والضوء. الماء اللي ناخذ من عند ذاك الراجل هذاك يرحم والديك ووالدي، والضوء انا مخذين خيط من عند امراه مغادي ونحذى الدب ومغادي. كنتوا تستمعوا وتشاهدوا في معاناه سكان خالد بن وليد بدوار هيشر، ناس ما عندهمش لا ماء لا ضوء. هكا وصلنا نهايه حلقتنا اليوم برنامج ونواشين، خليكم مع هذه الصور.